حياكم الله معنا اليوم في علم في المنظومة اللوجستية. في هذا القطاع قد يصعب على المستفيدين متابعة إجراءاتهم، بالذات اللي تتطلب الحضور والتواقيع. ولأننا في علم حريصين على تمكين حياة ذكية، حرصنا أننا ننظم سلسلة من الإجراءات اللوجستية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى نعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة في النطاق. من أهم وأبرز إنجازاتنا في قطاع المنظومة اللوجستية منصة لوجستي ومنصة وشج ومنصة داول وتوصيل. في منصة لوجستي حرصنا أن نطور نافذة لوجستية موحدة لمنظومة النقل كافة والخدمات اللوجستية. وأما في وشج حرصنا أن نطور منصة مختصة بتتبع الشحنات منذ بدء شحنها وحتى لحظة تسليمها. وفي داول عززنا من خدمات أمن الموانئ وإجراءات إصدار التصاريح للإبحار. وأيضاً في توصيل ساهمنا في رفع جودة أداء تطبيقات التوصيل والتحقق من أهلياتهم.